الحمد لله، الحالة الآن دابا هي في العناية المركزة، ومازال ما عنديش زعما شي تقرير من عند الأطباء شنو، ولكن الحمد لله العملية كما قال لي الطبيب أوليا راه العملية نجحات، وإن شاء الله يكون خير من بعد ما نشوفوا التقارير اللي غتكون من بعد، لأن ممكن كما قال لي الدكتور، قال لي أوليا كما قلت لك أن غتبقى هنا مازال خصها تبقى، وممكن ان تكون شي عمليه اخرى الى على حسب التقارير اللي غيديروهم بيناتهم الاطباء، باش تقدر تكون شي عمليه اخرى يوم الثلاثاء الماجي ان شاء الله. لا لا لا، بعيد بعيد، حيت هي كانت حيده كلوه قبل ديال الكلوه، ولكن دابا جا مفاجئ ديال انكريز كاردياك في القلب اللي فاجانا كاملين صراحه، فاجئ الاصدقاء ديالها، فاجئ يعني الجميع صراحه، فاجئ كل شيء. شوف من طبيعة الحال لولا سيدنا والله ينصرو هذا، والناس ديال الفنانين والنقابة ديال الفنانين والمستشفى العسكري كاملين الله يجازيهم بخير، وواحد السيدة هي الله يطولها في عمر الشريفة هي، وواحد الأخت لبنى الله يطولها في العمر، اخوان السبتي، يعني اش نقول لك، يعني عدد كبير ديال الناس اللي الحمد لله، حيت كما كيقول لك مادام كيحبوك الناس الا الله كيحبك. لا لا لا، كانت في الدار، كانت يعني جات في العشيه هضرت معنا، وهذا وصلت واحد الوقيته ديال ربما ثلاثه ديال الصباح هكاك، وشدات الحاله. و بعدا كاين الشخص الاول اللي واكب معايا الحاله من يوم الجمعه، اللي هي زهيره صديق، لان ما فرقاتنيش من اول نهار ديال الحاله، وهي كتجري معايا صراحه، ياك زائد الفنانين اللي اتصلنا بهم، ادريس السبتي، مصطفى الغزواني، فتيحه واتيلي، يعني سعديه ازقون، عائشه مهماه، يعني عائشه نجاه الواعر، رشيده السعودي، يعني اسمح لي ما يعني عشان نقول لك قوه الضغط والحاله اللي جات على غفار، يعني ما يمكن كنسمح لي ما ذكرتش شي واحد، وكما قلت لك هاد الناس ديال الرباط الشريفه وبعض الاشخاص اللي كانوا تا هما واقفين. كنشكر جميع المغاربه صراحه اخويا، وماشي حيت كاين انا قدام الكاميرا، ولكن بيني وبين نفسي، بيني وبين عائلتي، يعني كنا كنشكروا الجمهور المغربي كله بدون استثناء، الله يجازيهم بخير على دعواتهم، الله يجازيهم بخير على سؤالهم على الام ديالي، وكنقول لهم شكرا 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 شكرا، وما غن ما يعني ما غاديش نقدر نوفي لهم، لان حتى انتم الاخوان ديال المواقع كاملين اللي كانوا معنا، الله يجازيهم بخير، وكنشكر الجميع، كنشكركم جميعا. نعم، انا يلاه سمعتها دابا ماشي بزاف، يمكن شي 15 دقيقه باش عرفت انا راه السيدي عبد الله بالخياط راه هو متواجد، الله يجيب ليه الشفاء حتى هو، والله يجعل ربي يكون معاه. عرفتي التواصل بيناتكم؟ لا مازال، حيت انا يلاه سمعتها كما قلت لك، يلاه سمعتها دابا بواحد تقريبا 15 دقيقه، ما كانش في علمي كاع. لا هو بيني وبينك في المستشفى العسكري ما شاء الله صراحة، يعني إلا غادي نغطاو كما كنقولوا نغطاو الشمس بالغربال راه ما كتغطاش، الناس خبرة كبيرة تبارك الله ما شاء الله، الله يكثر خيرهم وعملهم يعني في الصميم، يعني ما كاينش ولو جزء في المية من الخطأ.